وللحديث عن الصمت الدولي أمام انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين في سوريا وتعطيله الحل السياسي، معنا من مرسينا التركية عبر سكايب السيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. مرحبا بك معنا سيد غزوان. مرحبا بك سيدي، أهلا بكم. أولا، كيف تقرأ التصعيد من النظام وحلفائه في إدلب؟ المدنيون هم من يدفعون الثمن بحسب المنظمات الأممية. يعني بكل أسف، من أمن العقاب ساء الأدب. يعني هذا السلوك متوقع وطبيعي جدا من نظام يعني شن حرب إبادة على المجتمع السوري وهجر نصف هذا المجتمع ولم يلقى أي عقاب على كل الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبها، وفي مقدمتها جريمة الكيماوي يعني اللي ضج فيها المجتمع الدولي، ثم يعني خبت كل الجهود اللي يفترض أنها بذلت لمساءلة النظام عن هذا الملف. بكل أسف يعني النظام السوري خبر المجتمع الدولي، وهو دائما يراهن على الوقت وعلى تفلت إرادة المجتمع الدولي وضعف أي الإرادة في أن يكون هناك موقف مناهض لاستمراره ولوجوده. هو يدرك أنه هو حاجة دولية ولم تتقاطع المواقف والمصالح الدولية إلى الآن على وجوب التخلص من هذا النظام. نعم، العالم سيد غزوان احتفل كما أشارت فاينانشال تايمز بسقوط داعش. ما الذي يؤخر سقوط نظام الأسد؟ فقط هي يعني المواقف الدولية المتهافتة الضعيفة الركيكة التي يعني يبدو أنه لا يراد لهذا النظام على الأقل في المدى المنظور أن يتبدل من وجهة نظر المجتمع الدولي، لأنه لو كان هناك إرادة دولية لتغيير هذا النظام على الأقل لحشدت أمريكا أو أوروبا الغربية مواقف وإجراءات لدعم السوريين على الأقل لإعادة التوازن العسكري في مواجهة النظام وإخضاعه وإجباره على الامتثال لموجبات الحل السياسي. ولكن طالما أن روسيا والنظام وإيران تشاهد المجتمع الدولي يتهافت على إيران ويتهافت على روسيا ويتهافت على النظام السوري دون أن يقدم أي دعم للطرف الآخر، فمن الطبيعي أنه ما يكون هناك تنازلات من قبل النظام ويضيع مسألة الحل السياسي بيعني هرطقات هنا وهناك دون وصول إلى أي نتائج. ولن يصل الحل السياسي مع هذا النظام إلى أي نتائج نهائيا، هي عبارة عن مضيعة للوقت، وعلى المعارضة أن تدرك ذلك وتتخذ في ضوء ذلك مواقف تجاه القضية، ولا سيما أن الصمت الدولي هو الذي يزيد الأمور تعقيدا ويأخذ بالمنحنى إلى هذه الخطورة، خطورة الموقف في سوريا. الصمت الدولي ما زال قائما أستاذ غزوان. تماما، يعني اليوم حضرتكم بالتقرير أشرتوا إلى يعني عضوية النظام في منظمة الصحة العالمية، أليست أكبر وصمة عار وصفعة على وجه المجتمع الدولي الذي شنف آذاننا بحقوق الإنسان أن ينتخب هذا النظام المجرم في منظمة الصحة العالمية اللي يعني استهدف كما أشرتم بتقريركم مئات من المشافي الميدانية وغير الميدانية؟ يعني هذا عار يتلبس المجتمع الدولي، ومعيب اليوم أن نعول على المجتمع الدولي في إيجاد حل للصراع في سوريا. على المعارضة أن تدرك هاي الحقيقة، ويعني أضعف الإيمان الامتناع عن الانخراط في مثل هاي المسارات أستانة وجنيف وغيرها، وليصنع المجتمع الدولي الحل الذي يرى آنذاك. على الأقل يكون لنا شرف الامتناع عن أن نكون شهود زور على الجريمة التي ترتكب بحقنا وبحق مستقبلنا. نعم، طيب بالنسبة لموضوع آخر حول الأمم المتحدة وسماحها للنظام السوري وهو المسؤول عن تدمير مئات المستشفيات بأن يصبح عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة، كيف تقرؤون هذه الخطوة؟ يعني أولا، وقاحة النظام السوري هو أن يترشح لهذه المنظمة،
لكن وقاحة المجتمع الدولي هو قبول هذا الترشح وقبول أن يكون هناك هذا النظام له مشروعية على المستوى الدولي. يعني يجب أن لا يتم، يعني الجميع شنف آذاننا بتصريحات أنهم لن يعترفوا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل فترة قصيرة. ماذا يترتب عن عدم الاعتراف؟ يفترض أن يترتب على الأقل هو يعني طرد السفراء، لأني لم أعد أعترف بك كنظام تمثل الدولة السورية من الوجهة القانونية. هذا لم يحصل، وبالتالي لا نسمع من الدول التي يفترض أنها أصدقاء الشعب السوري إلا الهراء، إلا التصريحات الفارغة. لو قدم الدعم الحقيقي للشعب السوري لأنجز المهمة دون دعم ميداني من أي أحد آخر. يعني نعم. الشعب السوري قادر على إنجاز المهمة التي على ذكر نفسها. نعم، على ذكر الدعم والوضع الإغاثي في سوريا وهو وضع في غاية الصعوبة، ماذا لو استخدمت روسيا الفيتو مرة أخرى على دخول هذه المساعدات من باب الهوى، ما الحل؟ يعني بكل أسف روسيا تتخذ من قضية المعابر الإنسانية وسيلة للضغط على السوريين المناوئين للنظام لإجبارهم على العودة لبيت الطاعة الأسدي. تريد أن تجعل النظام وكيل حصري للمعونات الدولية يسري بها على حساب الناس ويوزع ما يريد توزيعه على ميليشياته ومحاسيبه وجيشه. يعني ما تزال روسيا تصر على حصر وصول هاي المساعدات عبر النظام بزعم الحفاظ على السيادة، هي يعني من أدنى الوسائل لابتزاز المجتمع الدولي عبر تجويع الشعب السوري. اليوم إذا أغلقت تلك المعابر ولم يبادر المجتمع الدولي لإنقاذ الموقف ورمي كل هذا الهراء جانبا وإدخال المساعدات عنوة عن روسيا والنظام السوري، فنحن أمام كارثة إنسانية محققة لا محال. هناك 4 مليون تقريبا من النازحين واللاجئين في مناطق الشمال السوري، وهناك سكان أصلا في تلك المناطق. يعني هؤلاء كلهم سيكونوا ضحايا محرقة الجوع التي نعم. يسعى إلى النظام الروسي في سوريا. شكرا جزيلا لك السيد غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر سكايب من مرسين.